يقول من حكم من يأكل على الصحف والجرائد ويجلس عليها ويستخدمها مثلا للدرائش والنوافذ إذا كان عليها بوية؟ الجرائد إذا كان فيها آيات أو أحاديث أو كلام أهل العلم في فتاوى شرعية تراها لا يجوز لك أن تهينها، بل إما أن ترفعها وإما أن تحرقها وإما أن تنحيها عن القاذورات، ولا يؤكل عليها ولا تمتهن. أما إذا لم ترى فيها آية ولا حديث ولا شيء من كلام أهل العلم ومن الأحكام الشرعية، فأنت لا تفتش فيها وتبحث فيها، تبني على الظاهر ولا مانع من استخدامها. نعم.